طائرة إغاثية طبية هي الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة متجهة من أبو ظبي إلى مطار العريش بمحافظة سيناء بجمهورية مصر العربية. هذه الطرود التي تحتوي على مواد طبية، هذه المواد الطبية متنوعة سواء كانت لأمراض مزمنة أو للاحتياجات الأساسية للكوادر الطبية هناك في قطاع غزة. هذا القطاع الذي يشهد نقصا حادا في المواد الطبية حسب البيانات والتصريحات الصادرة من الطاقم الطبي أو الجهات الطبية العاملة هناك في قطاع غزة. وبالتالي هذه الطائرة هي الأولى وهي الآن سوف تقلع مباشرة من مطار أبو ظبي إلى محافظة سيناء بجمهورية مصر العربية. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، أبو ظبي.